ما بعد دخولهم مربع الكبار في المونديال لم يعد للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم المجال أن يلاعب الصغار، بل دخل خانة الكبار، موعد يجمعه بمنتخب السامبا البرازيل. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحدثت في بلاغ لها أن الأسود ستواجه منتخب السامبا المصنف الأول عالميا في الترتيب. الزمان في 25 من مارس المقبل. المكان أرضية الملعب الكبير بمدينة طنجة في حدود 10 ليلا. يأتي ذلك في شهر رمضان الكريم. الموعد الثاني يجمع الأسود بالبيرو يوم 28 من مارس على أرضية ملعب أتلتيكو مدريد متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية في 9:30 ليلا بتوقيت المحلية. ما بعد الإنجاز الكبير لأسود الأطلس في كأس العالم بقطر وخطفهم للأنظار، يكون المنتخب مرة أخرى في مواعيد كبيرة، خصوصا تلك المباراة التي سيقارع فيها منتخب السيليساو في عروسة الشمال طنجة. فكل التوفيق لأسود الأطلس وفرجة ممتعة للجمهور المغربي.